السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي، واليوم بنسوي مقارنة كثير من الأخوة طلبوها. طبعا المقارنة اعتمدت على الفئات الأكثر شعبية ومبيعا. المقارنة هي ما بين تويوتا لاند كروزر جي اكس ار جراند تورينج ونيسان باترو بلاتينيوم، طبعا فئة الفي 6 الستة سلندر. زي ما قلت لكم اخوي الكرام ان المقارنه اعتمدت على الاكثر شعبيه، لكن كمواصفات يعني لو بنقارن المواصفات بالمحركات فما راح تكون متعادله 100%. عموما اخترنا السيارات اللي اكثر رواجا، الفئه اللي اكثر رواجا، اكثر مبيعا، اكثر اقبال. للمعلوميه التويوتا لاند كروزر جراند تورينج موديل 2019 والنيسان باترو بلاتينيوم موديل 2018، لكن 2019 نفس المواصفات، اعتبره قدامك 2019 وقاعدين نشرح لك عن 2019، لكن من باب الامانه في المقطع. عموما التويوتا لاند كروزر جراند تورينج سعره في حدود 233,000 ريال، طبعا السعر لا يشمل ضريبه ولا يشمل التسجيل، فئة المخمل وشركة عبد اللطيف جميل. وبالنسبة للباترو البلاتينيوم سعره في حدود 200,000 ريال، طبعا السعر لا يشمل ضريبه ولا يشمل التسجيل. للمعلومية الباترو لسه في فئات أعلى من البلاتينيوم 400، والجي اكس ار جراند تورينج أكيد فوق الفي اكس ار. وعلى هذا المنطلق نتكلم زي ما قلت لكم المقارنة عن الفئات الأكثر مبيعا، يعني وش مرغوب في السوق، وش المواصفات المطلوبة إلى آخره. طبعا أخوان الكرام اللاند كروزر والباترو سيارتين منافسات البعض، وأكثر سيارتين ما شاء الله في الفئة هذه، أو تقريبا هي أصلا الفئة الوحيدة اللي موجودة، ما في منافس لهم كان سابقا الباجيرو، لكن للأسف الباجيرو صار صغير، صغر حجمه تقريبا وما تطورت عن هذه السيارات. سيارتين SUV Offroad، سيارتين متعددة الاستخدامات، تقدر تستخدمهم في الطرق الوعرة، تكشخ عليهم، تطعس، تسافر، تروح وما تبي. السيارات هذه ما تقول لك لا، سيارات عملية، سيارات يابانية، سيارات أكثر اعتمادية. ناخذ جولة سريعة للجي اكس ار بشكل سريع، ما نصورنا كثير لكن لا يمنعنا صورة برضو بشكل سريع ومختصر. طبعا فئة الجي اكس ار هذه 8 سلندر الفي 8 4.6. المعلومية طبعا الأبعاد ولا الطول في الباترول أفضل من الجي اكس ار، لكن في العرض الجي اكس ار متفوق حاجة بسيطة عن الباترول. طبعا وارد عبد اللطيف جميل فيه لسه الجي اكس ارات، الباترول شميسته وين ما راح أي وارد تلقى نفس المواصفات، لكن عيب اللاند كروزر كل وكيل في العالم له مميزات، له مواصفات يطلبها على كيفه، يحط يشيل بكيفه من المواصفات. طبعا هذا الباترول بلاتينيوم، يعني وارد الخليج، وارد السعودية، وارد أي دولة. فئة هذه الفي 6 البلاتينيوم يسمونها فئة الاس اي اللي كانت تيجي في موديلات السابقة، محرك 8 سلندر 320 حصان. طبعا الباترول زي ما قلت لكم يجي على محركين في 6 وفي 8. اللاند كروزر طبعا يجي تقريبا 4 محركات اللي موجوده حاليا في السوق، اللي هي 3 بنزين و1 ديزل. طبعا وقاعدين ننور يعني معلومات تستفيدون منها. الباترول يجي في 6 4000 سي سي 275 حصان 6 سلندر، ويجي في 8 5.6 طبعا 400 حصان تقريبا. خلينا نولع الانوار حقت السياره. بالنسبه لللاند كروزر يجي على 4 محركات حاليا، اللي هم 3 8 سلندر، 2 منهم بنزين، 1 منهم محرك ديزل. البنزين 4.6 304 حصان تقريبا، نفس السياره قدامي، و5.7 حدود 385 حصان. وعندكم محرك الديزل اللي هو 4.5 8 سلندر توين تيربو تقريبا، يجي حدود ال 230 حصان. ومحرك ال 6 سلندر في 6 4000 سي سي 4.0 يجي حدود 270 حصان تقريبا. عموما نتكلم عن السيارات الامامي الحين، اللي هو اللاند كروزر 4.6 4600 سي سي 304 حصان، طبعا 8 سلندر، والجير اوتوماتيك، سرعات الكترونيك، نظام الدفع رباعي مستمر،
وبالنسبة للنيسان باترول بلاتينيوم 4.0 4000 سي سي 6 سندر 275 حصان، تفوق على اللاند كروزر 6 سندر بخمسة حصنة. طبعا الجير اوتوماتيك 7 سرعات، صار الباترول كل الفئات 7 سرعات على عكس اللاند كروزر اللي يجي الفئات الصغيرة او المحركات فقط يجي 8 سرعات بمحرك اللكزس اللي هو 5.7 بالنسبة للمحركات الثانية كلاس 6 سرعات. طبعا نظام الدفع في الباترول دفع رباعي مستمر، دبل خفيف دبل ثقيل، وعندكم أنظمة القيادة متعددة روك، عندكم صحراوي إلى آخره. وبالنسبة لاند كروزر يحتوي على طبعا ما في أنظمة القيادة متعددة، لكن يحتوي على نظام الزاحف ونظام التفاف 360 درجة. ننتقل للمواصفات الخارجية للسيارات. طبعا بسم الله، طبعا صار زحمة شوي. خلنا نصوركم أنوار في اللاند كروزر وأنوار في الباترول. طبعا صور الأنوار كاملة عشان كم يستفيد من الأنوار إلى آخره. طبعا عندكم النور LED نهاري في الباترول، النور العالي زي ما تشوفون زينون، عفوا الواطي زينون العالي هيلوجين، ونفس الطريقة في اللاند كروزر. طبعا اللاند كروزر الواطي زي ما تشوفون برضو الزينون والعالي هيلوجين وأنوار LED، لكن الباترول في الفئات العالية اللاند كروزر في الفئات العالية يجي أنوار زينون عالي وواطي. طبعا عندكم في اللاند كروزر كشف الضباب، وهنا برضو كشف الضباب موجودة، لكن الباترول متميز فيه 4 حساسات أمامية، اللاند كروزر حساسين فقط. طبعا اللاند كروزر لاحظنا في بودي كات، الباترول ما في بودي كات، لكن هذا الصدام مختلف عن الفئات الثانيه يسمون هذا الصدام السيتي. غسيل انوار موجود هنا وغسيل انوار موجود هنا، الواجهات تماما متشابهات بالمواصفات. نروح الى الجنوط، طبعا مقاس 20 انش بالفئتين، هذه 20 انش هنا و 20 انش هنا زي ما تلاحظون. طبعا عندكم هنا اشارات في المرايه بالسيارتين، عندكم طبعا الباترول قبل كل شيء مسوي زي فتحه التهويه على الرفرف، عندكم هنا اللاند كروزر ما في. طبعا عندكم اشارات في المرايه في اللاند كروزر واشارات مرايه في الباترول. الوطايات الجانبيه هنا وهناك موجوده، الازياق الجانبيه الكروم هنا وهناك موجوده، لاحظ تشابه كبير جدا في المواصفات. مقابض الباب الكروم هنا وهناك، طبعا حنايا العفش زي ما تلاحظون موجودة هنا وهناك. ونروح إلى الخلف ونصور السيارات من الخلف. طبعا اللاند كروزر هذا من الخلف أنوار LED خلفية، اللاند كروزر كذلك أنوار LED خلفية، 4 حساسات خلفية، 4 حساسات خلفية، الهوك الخلفي والهوك الخلفي موجود والجناح الخلفي. نلاحظ اللاند كروزر أن الكت ماشي حتى صدام الخلفي، لكن الباترول ما في كت، بس لكن صدامه يعتبر جميل صراحة وأنيق تصميمه. هذه أبرز المواصفات. طبعا سعة اللترات 140 لتر في خزان الوقود، هنا 138 لتر، فرق بسيط يعني ما حتى سعة الخزان نفس الشيء. نروح لصرفية الوقود في النيسان باترول، مع أن محرك اللي أمامي هو 6 سندر المفروض يكون اقتصادي أكثر من كذا، كل لتر بنزين يمشيك 8.5 كيلو وهو 6 سندر. وبالنسبة 8 سندر في الباترول من المعلوميات تستفيدون كل لتر بنزين يمشيك 8 كيلو. نروح لللاند كروزر جي اكس ار 4.6، كل لتر بنزين يمشيك 8.4 كيلو. نلاحظ ان هنا 8 سلندر صحيح، لكن فرق 100 متر فقط، طبعا فرق لصالح الباترول، لكن ما دام ان المحرك 8 سلندر 304 حصان تحتسب النقطه هذه لللاند كروزر، مع العلم ان محرك ال 5.7 يمشيك 8.2 كيلو اللي كبير، وبالنسبه لمحرك البنزين 6 سلندر يمشيك 9.2 كيلو تقريبا. هذه ابرز المواصفات. على حسب معلوماتي ان الباترول صحيح مسجل عليه 95 لكن هو بنزينه 91، المعلومه غير اكيده. الحين ننتقل نصور المفاتيح، نصور الاشياء الاساسيه. طبعا اللاند كروزر هذا هو مفتاح زي ما تشوفون، هذا مفاتيح السياره، مفتاح دخول ذكي، عندكم اغلاق فتح فتح الشنطه، جهاز انذار، وفيها خاصيه التشغيل عن بعد. نصور لكم مفاتيح النيسان باترول بلاتينيوم، الشكل مختلف لكن المواصفات نفسها. عندكم طبعا التشغيل عن بعد موجود، اغلاق فتح فتح الشنطه، جهاز انذار. نروح لاحد النقاط المهمه اللي هي شنطه السياره. طبعا شنطه كهربائيه، لكن تقسيمة الشنطة زي ما تشوفون بس طبعا باب واحد، عرفت ولا لا؟ ولكن هنا زي ما تشوفون معليش، هنا كهربائي نفس الشيء، والشنطة الباب الخلفي اللي تحت باب عادي. شنطة كهربائية
طبعا هذه الشنطة ما لاش في زر ما كنا ضاغطينه. طبعا لاحظ ان اللاند كروزر فتحتين للباب الخلفي والباترول فتحة واحدة. طبعا الحين نروح للمواصفات الداخلية. نصور حنا التصميم الداخلي للسيارة، مع العلم ان اللاند كروزر والباترول في منهم الجلد في منهم المخمل لجميع الفئات. طبعا الداخلية الجمري موجودة هنا وهناك فئات طبعا معينة، لكن الباترول حاطة فئة البلاتينيوم 6 سندر و 8 سندر، عكس اللاند كروزر حاطة فقط فئة الفي اكس ار. معلش. طبعا بتكلم عن نقطة مهمة، نظام الدخول الذكي في اللاند كروزر بمجرد المفتاح في جيبك ومسكت الباب يفتح على طول. اللاند كروزر لا، لازم عفوا اللاند كروزر موجود، الباترول لا، لازم تضغط الزر عشان يفتح معك. طبعا هذه من الخلف، مقاعدة خلفية. صراحة تحس بالباترول من أول نظرة، من أول شيء سيارة صالون مرتفعة، تحس بالارتفاع، تحس بالوسع الداخلي. طبعا شاشات خلفية، تكييف خلفي، عندكم منافذ يو اس بي، يعني ما شاء الله متكاملة. طبعا برضو ثمن ركاب هنا وهناك، ثمن ركاب نفس الشيء. طبعا هذه فتحات التكييف الخلفية، نلاحظ ما شاء الله الباترول توزيع التكييف فيه 6 فوق بالسقف، اللاند كروزر 2 في الأمام و4 بالسقف، طبعا بالنسبة للمراتب الخلفية. هذا اللاند كروزر الجي اكس ار جراند تورينج من الداخل. طبعا داخلي هذه مخمل، في شيء يجي جلد، وبالوسط دايموند شموا فئة اعلى، لكن حاليا هذا متوفر، صورته لكم. هذه هي. طبعا التكييف الخلفي منفذ 12 فولت، ما في USB بالخلف. عندكم طبعا هذه الشاشات الخلفية، صراحة منظرها أجمل. وهذه من الخلف، ولاحظ أن اللاند كروزر في ميزة مهمة في فئة الجراند تورينج. طبعا نفتح الشنطة. طبعا فيها موتور هواء ثابت موجود في السيارة نفسها، في عندكم هنا منفذ طاقة. المراتب الخلفية طبعا تحكمها يدوي، يعني تنزلها يدوي على عكس الباترول اللي يجي كهربائي. بسم الله. طبعا زي ما تلاحظون هذه في الباترول كهربائية، عندكم 12 فولت طاقة، منفذ طاقة. طبعا اللاند كروزر حاطة كهرب فيش عادي. ونلاحظ كلمة لاند كروزر بروجيكتر على الأبواب الأمامية. بسم الله. الحين ننتقل ونتكلم عن المواصفات الداخلية بشكل سريع. زي ما قلت لكم أخوان الكرام، المقارنة هذه الواحد يقول أوه الباترول فيه، اللاند كروزر فيه. المواصفات اللي بتكلم عنها هي السيارتين تقريبا الفل كامل اللي نجيب هنا وهناك، نلاحظهم نفس الشيء تقريبا في المواصفات في كل شيء. لكن وش المشكلة؟ للمعلومية السعر لصالح الباترول، يعني تاخذ لك باترول فل كامل 400 بحدود ال 270 ألف ريال، واللاند كروزر الفل كامل في حدود ال 310 ألف ريال، فرق 40 ألف ريال. طبعا الحين نتكلم بشكل سريع عن طبعا التصويت اخوان الكرام، التقييم عن بشكل عام عن شكل السيارة، شكل السيارة الداخلية، الجودة اللي تحس فيها جودة أكثر، تشوف التصويت اللي حيكون عندكم فقط. أما بالمواصفات لا حد يقارن ولا يحط إعجاب ولا يحط أي شيء بخصوص المواصفات، لأن بنظلم اللاند كروزر في مواصفات أعلى من كذا، والباترول في مواصفات أعلى من كذا، لكن احنا جبنا لكم الفئات الشعبية. الزجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة، المراية كهربائية بخاصية الطي، نظام إنك تطفي الإرباقات الجانبية موجود، غسيل أنوار، الحساسات الطفية تشغلها، تحكم في مستوى الإنارة الخارجية، التخشيب الفورميكا. طبعا تلاحظون تخشيط الجكسار، الباتر تختلف في جي اطار كامل. طبعا عندكم عداد رحلات باللغه العربيه زي ما تشوفون، مستوى صرفيه الوقود الى اخر المعلومات المهمه. طبعا طولان السياره 240، ما راح تمشي فيه اكثر من 80 200.
عندك هنا طبعا ثبت السرعة، الشنطة الخلفية تفتحها وتسكرها من هنا، هذا نظام الكهرباء حق فيه اللي فيها. طبعا التشغيل الذكي، النافيجيشن، السي دي، منفذ يو اس بي، منفذ يو اكس للمعلومية، الشاشة الموجودة على السيارة. طبعا هذه شاشة الجي اكس ار، لسه الفي اكس ار تجي افخم وافضل، تجي فيها نظام صوتي جي بي ال على عكس الفئة هذه اللي تجي نظام صوتي اي دي. طبعا فيها منفذ يو اس بي، فيها كل شيء، وطبعا نظامها اندرويد. ما شاء الله ما شاء الله، هذا اللي كان راح يخبط شيء مرافع الصوت، وعد الله اعلم يمكن المصنع نفسه. عموما المكيف لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب. طبعا السيارة اكيد فيها كاميرا خلفية، فقط كاميرا واحدة بالفئة هذه، كاميرا واحدة، ركزوا لان بعد شوي بروح الباتروم اتكلم عن الكاميرات اللي موجودة هناك. عندكم هنا منفذ طاقة، طبعا الشحن اللاسلكي مو موجود، يجي بالفئة اللي اعلى منه، فيها شاحن لاسلكي للجوال. تلقي اوتوماتيك ست سرعات توبترونيك، عندكم طبعا الدبل الخفيف، الدبل الثقيل، نظام الزحف. نظام الزحف للمعلومية مو موجود بالباترول، موجود فقط في نظام الدوفلوك ونظام القيادة المتعددة. وعندكم هنا برضو موجود 360 درجة غير موجودة في الباترول. نظام الباور، عندكم نظام الجر، حامل الكوع بعد اثنين. طبعا هذا الاشياء الموجودة هنا موجودة في جميع فئات اللاند كروزر 6 سلندر و 8 سلندر. طبعا تكاية بالوسط، حتى الاكزيست موجود فيها الخاصيات هذه، تكاية. وعندكم هنا ثلاجة، لاحظ ان التكاية فيها درج. طبعا مراية تعتيم داخلية، انوار السقف باللون الاصفر، بيت النظارة، الشماسات اكيد مراية مع انارة، فتحة السقف. وبالنسبة لفئة المواصفات، المواصفات السلامة، فرامل الـ ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباقات امامية وجانبية، وعدد ثمان احزمة امان. اللاند كروزر الفئات الاعلى عشان تكون سريعين. زيادة عن هذا على المستوى الخارجي، طبعا زي ما قلت لكم النور يجي العالي برضو زينون. بالنسبة للفي اكس ار الفل يجي فيه اربع كاميرات، رادار، مقطعمية، تحديد مسار، جلد، مقعد السائق والراكب بحركة كهربائية مع ذاكرة تخزين كرسي السائق، دي جي دركسون حقه كهربائي على عكس المواصفات اللي موجودة هنا كلها يدوية، مع ذاكرة كرسي السائق كهربائي. طبعا يجي فيه نافيجيشن، يجي نظام الصوت جي بي ال، ويجي عندكم طبعا حتى الشاشات الخلفية تختلف عن هذه الشاشات الخلفية، تجي نفس شاشات الليكزس اللي هنا، لا عادية، شاشات عادية. طبعا حتى التكييف الخلفي يجي لمس هناك، ويجي عندكم يعني هذه ابرز المواصفات. طبعا ما يجي فيه موتور هواء، يجي فيه لانه نظام صوتي، مكان موتور الهواء جاي سماعه مضخم. يجي شاحن لاسلكي طبعا الجوال، هذه ابرز الاختلافات. ونظام الهيدروليك، يجي فيه نظام هيدروليك. طيب ننتقل الحين للباترول. بسم الله، حنتكلم عن برضو الباترول فل، وش يفرق عن الفئه اللي موجوده هناك. بسم الله، بسم الله. الحين احنا داخل باترول ونشغل السيارة ونقول بسم الله. طبعا بنلاحظ ان الباترول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني من جد من اول ما تركبه صالون، صالون من الداخل. طبعا في ناس عندهم الصالون يعني الجموس او لا، احنا نتكلم عن الوسع السيارة ما شاء الله، في حجم السكويا تقريبا. ننتقل للمواصفات. طبعا في الباترول نلاحظ تخشيبة السيارة، حجم التخشيب اللي موجود. صراحة ما المفروض اللون هو جميل لون التخشيب، بس انما مثلا يكون اللون جملي تعطيني لون افتح شوي عشان الديكورات باللون الاسود، فيبين التخشيب افضل. طيب بسم الله، الزجاج كهربائي اوتو لمسه واحده، المرايه كهربائيه بخاصيه الطي، نفسي موجود في لاند كروزر. لاحظنا الفئه هذه فيها ذاكره تخزين كرسي السائق، وعندكم الدركسون بحركه كهربائيه، وكرسي الراكب برضو كهربائي. طبعا عندكم هذا طبعا السياره، طبعا في اعداد رحلات لكن ما هو باللغه العربيه. عندكم فيها طبعا تحكم بالنظام الصوتي، ولاحظنا فيها اوامر صوتيه على عكس اللاند كروزر ما يجي فيه اوامر صوتيه، ما يجي الا بالفئات العاليه. طبعا بلوتوث موجود، كله مثبت سرعه موجود. طبعا هذا هو نظام السياره نافيجيشن. والسياره تتميز ان فيها، صحيح ان فيها اربع كاميرات، خلينا نشوف الكاميرات حقت السياره. بسم الله، وين راحت كاميرا؟ هذه 360 درجه رؤيه محيطيه. اللاند كروزر موجود فيه لكن فقط في الفي اكس اس الفئه العاليه. وبرضه في حاجه ما هي موجوده في اللاند كروزر اللي هي الكاميرا هذه. بسم الله، كيف تشتغل هذه طريقة التشغيل؟ هذه كاميرا
خامسة في السيارة. طبعا هذه زي اللي تعطيك حجم كامل مراقبة الطريق من الخلف، إذا حابب مثلا يعني صراحة زي ما تشوفون يعطيك كأنك تشوف في المراية، ويعطيك مساحة أعلى ما شاء الله، مساحة ويد أنجل ما شاء الله. الكاميرا من جد العدسة الواسعة هذه يسمونها، فتشوف بمساحة أكبر. هذه الميزة ما هي موجودة في اللاند كروزر، طبعا هذه الميزة جت فقط في 2018. السيارة طبعا فيها سي دي، منفذ يو اس بي، منفذين يو اس بي، منفذين يو اس بي زي ما تشوفون. خلينا نشوف فيها منفذ، لا شال المنفذ اللي هنا كان. وطبعا فيها نظام الصوتي بوس ما شاء الله، طبعا بوس يعني حق نيسان، لكنه موجود حتى في فئات اللي تيجي شاشة على طول، حتى في فئات اللي أقل من هذه اللي فيها شاشة يجي في نظام صوتي بوس. فلاحظ اني سمعت لين شوي بمواصفات السيارة عند العين الزباين. المكيف لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب. طبعا التكييف الخلفي جاي نفس اللاند كروزر يدوي، لكن الفئات العالية تجي كهربائية لمس عفوا. عندكم هنا منفذ طاقة، حامل اكواب عدد اثنين، طفاية الدخان الى اخره. الجير اوتوماتيك سبع سرعات، وهنا يكسب الباترو في جميع الفئات سبع سرعات في الموديلات الجديدة. عندكم نظام هذا وش نظام المنحدرات موجود، وعندكم هنا نظام الرملي، نظام الطرق السريعة، الروك الثلجي، والدبل الحين دفع رباعي مستمر، دبل خفيف، دبل ثقيل، ونظام الدوفلوك وتراكشن. نلاحظ هنا محط لك أنظمة القيادة متعددة، لكن في اللاند كروزر حاط لك نظام زحف، نظام التفاف 360 درجة، وهنا في دوفلوك هناك. طبعا نظام الزحف يغطي نظام الدوفلوك للمعلومية. هذه الثلاجة، طبعا الثلاجة ميزتها تفتح من جهتين على عكس اللاند كروزر يفتح من جهة واحدة فقط. زي ما تشوفون من جهتين تفتح. هذه بيت النظارة، أنوار السقف عادية نفس اللاند كروزر. طبعا في الفئات الفل في اللاند كروزر يجي LED زي الليكزس. عندكم هذه الشماسات تقدر تمددها. طبعا سنتر روك في باب الراكب هناك برضه نفس الشيء موجود. فتحة التكييف الخلفي نفس الشيء موجودة. هذه أبرز المواصفات الموجودة بسيارتين. طبعا الكرام طولت كثير بالفيديو، نلاحظ ان كل واحدة لها ميزات عن الثانية، كل واحدة لها جمهور، كل واحدة لها محبين. انا من محبينهم الثنتين صراحة، احب الثنتين. الباتر احبها بلاتينيوم، والجكسار احبها هدد صراحة. طبعا اخوان الكرام طولت عليكم بالفيديو، لا تنسون تضيفوني سناب شات تويتر انستغرام عندكم على زاوية الشاشة، واتمنى يكون عجبكم المقطع، وان شاء الله باذن الله مع الايام القادمة نقدر نجيب فيكس اس الفل كامل والباترو ال 400 الفل كامل ونصورها لكم، ونقدر نجيب الجكسار الستاندر والباترو الستاندر، كذا تكون تقريبا المعادلة كاملة، يعني المعادلة مضبوطة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.